عرفونا. لماذا ياتي اذا كان الدين جميل بهذه الجمال ما هو الجميل الان عندنا في الدين لماذا يقول الناس ان الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف ياتي بدين جديد ما هو الدين الجديد الذي ياتي به الامام لماذا لم يساله من كانوا يقولون نحتز الشاي والقهوه وناكل مع الامام ونسهر مع الامام ونتسامر مع الامام لماذا لم يسالون الامام ما هو دينك يا ابا صالح؟ هذا دليل على انهم كذابين ومنافقين كائن من يكونون وهذا دليل على انهم لم يلتقون بالامام على الاطلاق. يقول السيد المرعشي رضوان الله عليه يعني قدس روحه الطاهرة حينما التقيت بالإمام وأنا ذاهب إلى السهلة إلى الكوفة إلى السهلة في الكوفة لم أعرف الإمام حتى حينما اختفى قال سيدنا أنت خايف ليش خايف كان وحده هذا الطريق صحراوي وخايف من الوحوش من غيره وكان يسامر وياي إلى أن وصل إلى السهلة وصلى وأكلت وياه قلت لسيدنا أجيب لك شاي قال لي لا واختفى يعني ما استفاد من عنده ما سئله شا. هذا الحس اللي عنده سيد المرعش عظيم ما قال له هذا الامام الا ان اختفى هذا دليل على انه كل من يدعي بانه جلس وشرب شاي مع الامام دجال ومنافق خش الضروره من جلوسك مع الامام ان لم تكن عن احوال الامه والرعيه إذا أنت مخربط وتخاف وأقمت وصرت أنت فلان الفلاني تضحك على الناس كيف تقدر تلتقي بالإمام الكذاب ما يقدر يلتقي بالإمام أبد ما عنده شغل الإمام ولذلك الإمام الحجة بن الحسن اتخذت الناس شنو لغطاء لتمرير أهوائها ومصائبها وقضايا عندي هواية يعني هواية مرعبة الآن العراقي يمر بألف حزب ما لقيت واحد يطلع بالفتاوي يقول هاي الاحزاب ضد الامام الحجه ما لها علاقه بالامام الحجه ما لها علاقه يا خوش هاي تفرقه للعراق للتشيع لو مو تفرقه <applause> هذا تفرقه لو مشروع هذا مميت للاثنا عشريه هاي الاحزاب هو مشروع لايذاء المذهب الإثنى عشر وتفريقه وجعله طرائق قددا هذا شيء دليل يدلل هناك مشروع مريض مشروع إجرامي لتفتيت التشيع وإضعافهم بشكل كبير جدا لولا تشاوين القيادة الإسلامية وين الناس الموجودين يقولون حرام هذا وما يصير احنا نقلد السيد علي السيستاني يكفي انه احنا مقلدين اليه قومون قوم نقعد نقول وزيدنا شرف قومون